بدا يمشي بحالاته ما قادش على مدينه فاس. مدينه فاس مدينه عريقه، مدينه عندها تاريخ، مدينه كانت هي البوابه ديال افريقيا، وهمشها هكا يمشي بحالاته، يعطيها التاسع الله يعاونو. راه كلا وشرب، راه صور الفلوس، راه كيقري ولادو بالبريفي المزيان، راه هو عايش فوق السلك. وسير بحالاتك، انا كنقولها لكم هذا المنبر ولد فاس وسميتي كامل ظريف، تنقول لك سير تمشي بحالاتك. السلام عليكم، الله يجازيكم بالخير. بغيت نقول لكم واحد الهضره، بان هاد مدينه فاس راه من النهار اللي دخل لها هاد العمده وهي اللور اللور. دابا الله يجازيك بالخير ويرحم لك الوالدين، لا ما عطينا بصفايح رجليك بعد ما هاد المدينه دخلنا عليك بوجه الله، حنا راه ما تنعرفوكش. النهار اللي حطيتي رجلك فيها وهي اللور اللور، شارع محمد الخامس ولا بحال سهب الورد. اي مشروع تتمشي ليلو، اي حاجه تتبغي ديرها في هاد البلاد ما بقات الصادقه. ودابا موالي البلاد باغيين يخرجوا بحالاتهم، وانت نخليوك اخويا بوحدك في هاد البلاد هادي. اخويا علينا بزاف، كنا مشينا لذاك المبادره الوطنيه قال لك لا هادي ما بقاتش خدامه، رجع للمقاول الذاتي. رجعنا للمقاول الذاتي قالوا لنا هادي حتى هي ما بقاتش خدامه، حبسوها. كتسول كتلقى بان الميزانيه عند السي الازامي كيشد 300 مليار 400 مليار كيردها يخبعها، واش كيردها للدوله ولا كيعطيها لعائلته؟ المهم انت اخويا اش غنقول لك، الا دخلتي دابا لشارع محمد الخامس وشتي هاد القطبان فيه عريانين، وهاد الدنيا اللي تشوفها هكا حاله لا يرثى لها. واش هادي هي مدينه فاس؟ معاناه اخويا علينا. كنخلاو لنا الشارع بعدا غير مصوب كما كان النوبه الاولى، لانه هو اخويا اش غنقول لك دابا حاله لا يرثى لها. بنادم كيتم غادي وتيطيح غير بوحده. البطاله قوات في البلاد، البلاد مهمشه بزاف اخويا. هاد الميزانيه اللي عند هاد الازامي والله ما كانت عند الشباط، وهكا كانت الامور بعدا مرقعه شويه. اما هاد السيد هذا بعدا، انا تنطالبوا من هاد المنبر هذا بانه يحط سويرتات ويمشي بحالاته الا كان راجل. والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كباعة متجولين في شارع محمد الخامس، نندد ونستنكر تماطل الجهات المعنيه وعلى راسها السيد دبشخي. هذه 12 سنة وحنا تنتظروا سوق نموذجي، هذه 12 سنة وحنا تنتظروا الهيكلة ديالنا. ما كاين غير الأكاذيب. هو بعدا ما تيتلاقاناش كاع، هو ما تيستقبلناش، هذه عام ونص باش طلبنا لقاء معاه وما استقبلنا، ما عمرو استقبلنا، ما عمرو هضر معنا، ما عمرو شاف حتى شنو خاصنا. لهذا تنطالبوا الجهات المعنية بالإسراع تأسيس سوق نموذجي لهذه الفئة اللي عانت وما زالت تعاني. تعليمات ملكية تضرب بعرض الحائط، تعليمات ملكية لا تؤخذ بعين الاعتبار، مع أن الفصل، مع أن الدستور المغربي في الفصل الأول تيقول على أن الشخص المالك، المالك شخص مقدس لا يجوز المس بكرامته. السي العمدة أنت راك فاش ما تتقضيش الحاجه ديال المواطن اللي ينتقب عليك، راك تخدش الكرامه المالك، راك تمس الكرامه المالك. المواطن المغربي والفاسي خاصه راه فقد الثقه، والعلاقه اللي تتربط الوطيده ما بين الشعب والمالك راه بديتي انت السبب اللي غتكون سبب باش ديك العلاقه بدات تتمزق. راه الاجيال ديالنا والشباب ديالنا فقدوا الثقه في الوطن ديالهم، كلشي باغي يخرج، كلشي باغي يحرق. الى متى؟ العمده ما شفناهش كاع نهائيا، ما عمرنا شفنا العمده، ما عمرو تحاور معنا، ما عمرو كاع حتى قالنا شنو خاصكم. حنا كباعة متجولين مشينا في الهيكله، واش عباد الله تعليمات ملكيه تسمعها في الاخبار ما تتنفذش؟ فين باغي توصل؟ فين باغي نوصلوا بهذه المدينه؟ فين باغي نمشيو بها مع فين باغي نمشيو حنا لا وليداتنا؟ طرقنا باب العمده وخدينا وصل على اساس انهم يتصلوا بنا، عام ونص وحنا مازالين تننتظر. لا حياة لمن تنادي. عمرو ما تواصل معنا، عمرو ما تواصل معنا نهائيا. مشينا للمكتب ديالو، مشينا للمكتب ديالو مرارا وعمرو ما تواصل معنا. حنا محشيين في واحد الركنه في الدوره، تنجيو تنتلفوا الوقت على اساس انهم يلقاو لنا الحل. الرساله ديالي للعمده الفاس هي ينسحب، ارحل. مشي بحالاتك. هذه 12 سنه وحنا كنعانيو في هذا الشارع هذا. دائما الوعود الكاذبه، ما شفنا حتى شي حاجه. حنا مازالين مشتين في الشارع،
الناس ما عمرهم ما باعوا ما شراوا، استافدوا في السعاده، استافدوا في اسواق نموذجيه، وحنا مازالين كنعانيو. جاوا مؤخرا قالوا لك كاين المقاول الذاتي، كاين مبادره من عند سيدنا، غادي نحاولوا ننميو الاقتصاد البلاد، وغادي نحاولوا نخدموكم، غتمشيو للبنكات وغتقبطوا قروض وغتخدموا راسكم وغندعموكم. ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. هذا تواصلنا والعمده ما عطانا حتى شي حل، ما كيبغيش حتى يستقبلنا. هاد العمده ما دار حتى شي حاجه لمدينه فاس، ما دار حتى شي حاجه للشباب ديال المدينه، كلشي مدمر، كلشي كنتمنوا ان يديروا معاه شي حل السلطات العليا، يشوفوا شي حل مع هاد الباعه المتجولين. ما عمرو تحاور معنا، ما عمرنا مشينا عنده ما تعطينا حتى وقت. شحال الناس الشوارع كلها يومين كيتهرسوا الناس هنا، الشارع مازال لحداي يومين، العيالات كبار، كان حنا كنساعدوهم. المهم حنا كنطلبوا بان يشوفوا من حالنا، حنا راحنا ضايعين.